الفارس ذو البجعة، حكاية من التراث الألماني. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في أنتروب فتاة وأخوها، وكانا يحبان بعضهما كثيرا. كان اسم الأخ الأصغر غوتفريد، وبعد موت أبيه قام غوتفريد إلى جانب أخته الكبرى بتولي الحكم، وكان يحترمه الجميع. ولكن كان اللورد ألتروت وولده يعدان خطة للهجوم على أنتروب الآمنة. حضر الولد وأخته، هيا بسرعة هيا. رأيت حلما غريبا في منامي ليلة أمس، كان الحلم عن فارس ذي بجعة. اسم الفارس ذو البجعة، سوف أقوم بحمايتك دائما، فإذا احتجتني لإنقاذ حياتك انفخي في هذا النفير. حلم غريب، ولكن هل أخبر أخي بذلك؟ لا أدري. لقد أمسكت بك. أنتما ماذا تريدان؟ ماذا تريدان مني؟ أنا كنت ذلك العصفور الذي كنت تحاول الإمساك به، والآن جاء دورك. نعم، أنا لي أن أمسك بك، أنت وأختك. والآن عرفت حقيقتي، بهذا القيد الذهبي على رقبتك لن تصبح رجلا بعد الآن، والآن يمكنك أن تطير أينما تشاء. هيا أخي أخي أخي، أين أنت؟ جاء دورك أنت. كان ملك ألمانيا آنذاك هو الملك هاينريش، قد جاء ليستطلع أساليب الحكم التي تبعها كل لورد في بلاده، وقد جاء إلى هنا لرؤية اللورد غوتفريد. يا سيدي، أنا اللورد ألتروت وهذا ولدي تلاموت من أنتورب يا سيدي. لكني استدعيت غوتفريد. نعم، ولكن اللورد غوتفريد قد مات. لا، بل في الحقيقة قتل يا سيدي. ماذا؟ كيف ذلك؟ قتل؟ من الذي قتله؟ إنها هي مولاي، هل تسمح لي بأن أهمس في أذنك؟ أخته إلزا. راح ألتروت يهمس الأكاذيب في أذن الملك. ماذا؟ إلزا؟ نعم يا سيدي. استدعوا إلزا في الحال، يجب أن نتحرى عن قتلها لأخيها. هيا. كيف ذلك؟ شيء عجيب. هذا كذب، أنا لم أقتل أخي، صدقوني إنه كاذب. ولكن رأك يا ألتروت وأنت تقتلينه، هل هذا صحيح؟ نعم يا سيدي، أنا واثق من ذلك، لقد رأيتها بنفسي، صدقني. هذا غير صحيح، لقد اختفى أخي فجأة في الغابة. لقد قتلت أخاك لكي تصبحي لوردة يا آنسة. كلا، أنا لا أكذب أبدا. كلا كلا. أما زلت تدعين البراءة؟ لابد أنك مشعوذة. نعم. انتظر لحظة، لقد أرسلت جنديا إلى الغابة للتحري عن الأمر. عاد الجندي وأخبر الملك أنه لم يجد آثار دماء ولم يعثر على جثة. كان الملك يشعر بأن إلزا لا تستطيع أن تقتل أحدا، لذلك فكر بالأمر ثم أعلن عن قراره. إليكم قراري، يجب أن تتبارز وسوف أصدق قول من يفوز بالمباراة. هيا. مبارزة؟ على إلزا أن تختار فارسا ينوب عنها في المباراة، أما أنا فسوف أنوب عن والدي. هرب الجميع خوفا من تلموت، فقد كان أمهر سياف في المنطقة، وكان مقررا أن تتم المبارزة بعد ساعتين، وكان على إلزا أن تقاتل أمهر سيافي أنتور. وصلت إلزا فجأة إلى الجانب الآخر من البحيرة دون أن تدرك ذلك. الفارس ذو البجعة الذي رأيته في أحلام، أين هو الآن يا ترى؟ إذا احتجت إلى مساعدتي لإنقاذ حياتك انفخي في النفير، سوف أحميك دائماً.
طلبت إلزا من الملك أن يأمر بالنفخ في البوق كي تتمكن من استدعاء الفارس ذي البجعة، لكن الفارس ذي البجعة لم يظهر وحان وقت المبارزة. حان الوقت، هل تنوي مبارزة إلزا؟ نعم، هيا التقطي سيفك يا إلزا، أما أنك ستعترفين بقتل أخيك؟ ها؟ ليس أمامي خيار، أنا أفضل الموت على العار، لن أسمح لأحد أن يتهمني بقتل أخي. كلاموت، دع عنك كل تحفظ واقتلها، هيا. هيا فلتقطعها، هيا. انتظر من هذا؟ أيها الفارس، لقد أتيت في اللحظة المناسبة. أيها الملك هاينريش، سوف أقاتل نيابة عن إلزا، هل توافق؟ حسنا، أسمح لك بذلك. شكرا لك. إلزا، إذا فزت بهذه المبارزة هل تعدينني بالزواج؟ نعم. هناك شيء آخر، يجب ألا تسألي عن اسمي أو مسقط رأسي، فإذا أخلفت وعدك أرحل عنك بعيدا، هل تفهمين ذلك؟ حاضر، أعدك. تلاموت، اخضي عليهما، هيا. لا تقتلني، ارجوك لا تقتلهما، ارجوك ارجوك لا تفعل ذلك، ارجوك ارجوك. راحت إلزا الطيبة القلب ترجو الملك هاينريش والفارس الشجاع الابقاء على حياتهما. تأثر الملك لما ابدته إلزا من عطف فاصدر عفوا عن ألتروت وتلاموت. هذا هو الخاتم الذي أهداه لي. يا للشقاء، إنك ابن ميؤوس منك، لا يمكنني الاستسلام بهذه السهولة. نعم، يجب أن أفكر بوسيلة للتخلص من الفارس ذي البجعة. نعم، خير لي أن أستعمل الشعوذة مرة أخرى. ماذا حدث يا ترى؟ قام ألتروت بإعطاء إلزا جرعة عجيبة لتشربها فتنسى وتسأل الفارس عن اسمه، وبالتالي يختفي الفارس من أنتورب إلى الأبد. وهكذا ذهبت إلزا للفارس وسألته عن اسمه ومسقط رأسه. ما اسمك؟ إلزا، لقد أخلفت وعدك لي، ولذا سأعلن لك عن نفسي، اسمي الوين جرين، هل فهمتي؟ وضع الفارس يده على كتف إلزا فأفسد تأثير الشعوذة. لوين جرين، إذن أنت الأمير؟ نعم، جئت إلى مدينتكم لكي أنقذها، ولكني أعلنت عن شخصي الآن فيجب أن أعود إلى وطني، هذا أمر مهم وقد اتفقت عليه في مدينتي هناك. أرجو أن تغفر لي، كم كنت حمقاء، أنا آسفة جدا، أرجوك سامحني. إلزا، إنها إرادة الله. وداعا يا إلزا. وداعا أيها الأمير، وداعا. لقد أصبحت المدينة ملكا لنا ولا يمكن للفارس أن يعود مرة أخرى. يا إلهي، أرجو أن تحفظ إلزا الحبيبة إلى الأبد. وفجأة جاءه صوت من بعيد. أيها الفارس، من أجل حبيبتك إلزا تخلى عن تلك البجعة وفك قيدها. إلزا، انظري هنا. أختي أختي عزيزتي، تعالي تعالي. لقد مات المشعوذان. إلزا، تفضلي، هذا لك. وداعا يا إلزا.
وداعا 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 ايها الامير وداعا وداعا. وهكذا عادت المدينة آمنة من جديد، ورحل عنها المشعوذان، وبقيت ذكرى الفارس الشجاع باقية في قلب إلزا إلى الأبد.